السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم راح تكون على محافظه بغداد، وبالخصوص قضاء الزوراء. هذا القضاء اللي تشمل بمناطق كثيره، راح نتعرف طبعا على هاي المناطق، على مستوى الخدمات التي تقدم لابناء هذه المناطق. و دائما ما يتحدثون الناس أصحاب المناطق الفقيرة يقولون ما بعد السدة وما بعد شرق القناة أكثر المناطق تضررا من العاصمة بغداد، بل حتى تقاس في مجموعة كبيرة من المحافظات العراقية. حتى نسلط الضوء على هذه الأسباب من سوء خدمات أو خدمات مقدمة دون معرفتنا بذلك، اليوم راح نكون أقرب إلى قضاء الزوراء والى المناطق المنتميه لهذا القضاء. راح يكون لنا ضيف عزيز علينا في استوديونا، في استوديو قناه الايام، في برنامج بخدمتكم، الاستاذ كاظم ابو محمود، قائم مقام قضاء الزوراء. السلام عليكم سيد كاظم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تشرف بمعرفتكم، وانا اشكرك على الدعوه الكريمه. الله يحفظكم استاذ كاظم. استاذ كاظم، يعني كثير من الناس يمكن تخفى عليهم كلمة قضاء الزوراء، يعني مثل ما عرفت ما صار سنين تم الاعتراف بهذا القضاء. القضاء حديث الولادة، بس كون القضاء كان مدن أو قرى تابعة لبغداد الجديدة، الآن أخذ هوية اللي ورمز تخطيطي، وكذلك موازنة خاصة بالقضاء من محافظة بغداد. القضاء ينقسم إلى جزئين، جزء داخل حدود الأمانة وجزء خارج حدود الأمانة. تقريبا اذا نريد نقيس الاراضي اللي خارج حدود الامانه هي اكبر بكثير من حدود الامانه. اللي جاي يصير القضاء ما ياخذ حصته بقدر محروميته، لان يعني المبالغ اللي تجي ما تغطي الحاجه الحقيقيه للقضاء بالنسبه للطرق، بالنسبه للمدارس. المدارس خوب، احنا السنه بنا عندنا حوالي 14 مدرسه، لكن احنا بحاجه اكثر. احنا اذا نريد على التخطيط الخاص بالتربيه والتعليم يحتاج لنا 68 مدرسه. شوف، انا راح اتحدث بالتفاصيل ادق جناب الاستاذ كاظم، لكن تحدث لي عن المناطق اللي مشموله بها قضاء الزوراء حتى يتسنى الاخوان. خلينا نشكر، عفوا نشرك الناس، ننزل ارقام ارقام الهواتف عفوا اسفل الشاشه حتى ممكن يكون اتصالات، لكن ما شاء الله في بدايته صار اتصال عندنا من أمن الاتصال مع الأستاذ، عفوا الاسم سيد كامل أبو محمود، لا عفوا سيادة المقام اسمكم محفوظ، مهندس سيف، المهندس المقيم مهندس سيف راح يتحدثنا عن مستشفى المعامل. مو تمام؟ السلام عليكم أستاذ سيف. عليكم السلام يا أستاذ، الله يحفظكم، شلونكم؟ زين ان شاء الله. الله يحفظكم، والله الحمد لله، مثل الله يحفظكم. الله يحفظك استاذ سيف. استاذ سيف اليوم بضيافه البرنامج الاستاذ كاظم ابو محمود، قائم مقام الزوراء. يا ريت تتحدث. سلامي بالبدايه، سلام وتحياتي للاستاذ كاظم، الرجل جهوده مشكوره في القضاء ولمساته واضحه ان شاء الله. ان شاء الله، اهلا وسهلا. ان شاء الله، اهلا. حياك الله استاذ سيف العزيز. اهلا استاذ كاظم الطيب. استاذ سيف، تحدثنا عن المستشفى، يعني بصراحه وهذا كان من ضمن المحاور اليوم الحلقه على قضيه مستشفى او مركز صحي في هذا القضاء. اليوم احد الاخوان قال يا ريت تتصل باستاذ سيف حتى يشرح لنا قضيه المستشفى وشنو الاشكاليات في المستشفى. تفضل استاذ سيف. والله استاذ من عزيز، احنا حاليا في طور المراحل النهائيه للاعمال الانشائيه والميكانيك والكهرباء بالخصوص مستشفى المعامل، ويمكن الاخوان من زاره شافوا مراحل التقدم الحاصله. حاليا احنا في طور انشاء واكمال الطرق والطرق والجراجات الخاصه، في طور تجهيز المصاعد، ان شاء الله هالشهر راح تدخل اعمال التبريد والتدفئه تقريبا تم حسمها. اهم المشاكل والمعوقات حاليا احنا في طور فتح الارث الخاص بحجز اموال الاجهزه الطبيه، حاليا الامور كلها وزارة المالية إن شاء الله منتظرين أنه حجز الأموال في سبيل الشركة تتمكن من التعاقد مع الشركات الخاصة بتصنيع الأجهزة الطبية. تدون هذا المستشفى هو تسليم مفتاح مستشفى كامل ومكمل، احنا تقريبا أعمال إنشاء قاربت على الإنشاء،
الانتهاء، وان شاء الله في طور فقط الاجهزه الطبيه ان شاء الله في حال حسم فتح حساب الارصي من قبل وزاره الماليه الامور ان شاء الله تتسهل. زين استاذ سيف، كم سرير الساعه؟ الساعه 100 سرير. ايش قلت؟ 100 سرير. 100 سرير. 100 سرير. كل الخدمات الطبيه بهذا المستشفى من عمليات صارت عمليات مستشفى عام، مستشفى عام يشمل 5 صالات عمليات، يشمل 10 مصاعد، يقع على رقعة تقريبا 21 دونم، يشمل 3 بنايات ومنظومة كاملة من الطرق الداخلية والأنفاق الخاصة بنقل الخدمات من البنايات الخدمية للبناية الرئيسية. ايش قد صار لهذا المستشفى من شيء تم تشييده؟ والله تاريخ المباشرة 21/5/2013. تدري الضراعة صارت 2014، ما في قرار موازنة في العراق انه دخلت داعش وقرار 347 تأدى الى ايقاف كل المشاريع. حاولنا ارجع بشكل جديد نهاية 2018 جزء كليا، رجع ب 2019 براعة 2020 تدري صارت كورونا وحاليا عازمين، حاليا العمل شفتي انا جاي احتياط من الشفت المسائي وان شاء الله خير، عازمين انه نكمل المستشفى توجيهات معالي وزير الصحة ومدير عام دار الصحة بغداد الرصاف وجهود القائم مقام والاعضاء المجلس النواب في المنطقة كلها تصرم وتصف في سبيل انجاز المشروع باسرع وقت. ان شاء الله يعني نقول مثلا السنة القادمة الربع الاول من السنة القادمة ممكن يتم افتتاحها. بالنسبة للاعمال الانشائية تقريبا شارفت على الانتهاء، الاعمال الانشائية والميكانيك والكهرباء حاليا نضغط في سبيل انجاز وخصم الارصي حتى تمكن الشركه من التعاقد على الاجهزه الطبيه. واضح. ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ سيف. يا مرحبا. شكرا على اتصالك. الله يسلمك حبيبي استاذ سيف. شيء يعني مفرح بانه بعد سنين طوال انتظار اهالي القضاء او المعامل انتظرت هاي الفتره كلها حتى تشوف اكو مستشفى محترم، خدمات طبيه علاجيه. والله احنا عندنا حالات تموت بالطريق متواصل، هو ليش عنده المسافه والطرق الرديئه يموتون بالطريق. انا قبل شهرين عندي واحد من منطقه الشاعوره بالطريق، ما وصل المستشفى توفى بالطريق. ممكن اسعاف اذا يكون مستشفى قريب مثل ماكو مركز صحي. المراكز الصحيه نهاريه ما بها عيادات ليليه ما بها الاجهزه اللي ببالك، يعني هو باعتباره مركز صحي، باعتبار مركز صحي رعايه اوليه. بس احنا من خلالكم، من خلال قناتكم، ناشد السيد الوزير ان يستعجل لنا فتح حساب للسي للاجهزه الطبيه، لان هاي الشركات ماكو عندها بالمخازن جاهز تعطيك اجهزه، تعاقد وتصنع لك الاجهزه اللي مطلوبه، وهذا تحتاج الى وقت، لابد ان يكون اسراع بهذا الشيء. هو مرصود هذا المبلغ؟ هو منتظرين الموازنه، دا يقول لك سيف هسه احنا ننتظر الماليه شو وقت تفتح لنا حساب بالال سي. بس عفوا يعني تودع فلوس للشركه المصنعه. اي استاذ كاظم، اعرف بانه اذا اقدمت الحكومه على مشروع فيكون الموازنه او المبلغ الكلي محفوظ لهذا المشروع. اكيد. بس احنا بالسنوات المضت هاي الوزاره تعطي اقساط، يعني ما تعطي دفعات، ما تعطي، ما تخزن مثل هذا المشروع قيمته نقول فد 10 مليارات خليه هنا بمصرف معين، وهذا يا شركه فلوس مستوى وحسب النسب تعطي مبالغ. لا، احنا من كل موازنه يعطوا قسط، وهو هذا اللي سبب لنا ارباك وتاخير بالعمل. جميل. استاذ كاظم، سنرجع لسؤالنا الاول، ما هي المناطق المشموله بخدمات قضاء الزراعه؟ انا عندي صراحه اواجه مشكله، عندي مناطق تابعه لحدود الامانه وهاي بها اراضي زراعيه، والامانه عندها قانون التصاميم يمنعها من الدخول بالاراضي الزراعيه. هذا اول عائق عندنا، فنلتجا لمحافظه بغداد. بالفتره الاخيره سمحت رئاسه الوزراء لمحافظه بغداد ان تدخل داخل حدود البلديه. لكن المبالغ اللي تنرصد للقضاء ما تكفي لها، ما تكفي، هي يلا تكفي للحدود داخل محافظه بغداد، يعني المناطق الخاصه بمحافظه بغداد. فنواجه مشكله، احنا المحرومية لازم تصير لها فتح حسابات. احنا عندنا قضاء اطراف وقضاء وليد جديد حديث، انضافت لمناطق من هورة كسرة وعطش الحميدية والدسيم، ومن هنا تجي حدودنا قناة الشرطة العبيدي، ومن هناك تحدنا ديالة. العبيدي تابع لكم؟ لا، احنا قناة الشرطة هي اللي بيننا وبين العبيدي، اللي تفصلنا على العبيدي اللي هي منطقة النورين والبتول والولداية، هاي مناطقنا. من حدودنا الجسر الفرنسي على كتف ديالة، هاي كلها قرى وتحتاج إلى طرق وتحتاج إلى
من هناك تحدنا خان بني سعد يعني حوالي ورا سيطرة السعادة عندنا حوالي 3 كيلوات حتى نتصل بحدودنا ويا خان بني سعد. هاي الرقعة الجغرافية اللي حوالي 73 كيلو متر مربع تحتاج، أنا سمعت أكو تقسيم للموازنة بهاي السنة، بس اللي شفته أنا مو شيء مفرح، يعني ما يكمل الطرق اللي عندي، يعني تظل الناس محتاجة، يعني نحتاج لها مبالغ صراحة. موازنتك؟ والله أعتقد جو 100 مليار شوية، بس ذني يتوزع عن مجاري ومي، وإحنا بس مش عندك مشاريع مثلاً وقعدت صحيح. إحنا نعد خطة خطة وندزها للمحافظة، المحافظة تجينا مشاريع مركزية صحيح. تجينا مشاريع مركزية ما نسأل على المشروع إيش قد رقمه وإيش قد قيمته وإيش قد، إحنا بقدر ما جهة رقابية عندنا أعضاء ويا اللجان اللي تجينا من محافظة بغداد نسلمهم موقع ونشرف وياهم على العمل. التعاقد مهمك؟ لا طبعا مهم أكيد. أنت عليك إشراف واستلام مشروع؟ أكيد لو يمي أفضل. ليه هسه تقول لي ليش؟ لأن أنا أعرف شنو اللي أحتاجه. يعني هو من يعد المشروع، تعرف انت اليوم المحافظة او اي دائرة دولتنا تسير بطريقين، طريق العلاقات وطريق القانون، ومرات العلاقات تسيطر. سيد كاظم عنده علاقة قوية يجيب مشروع لهاي المنطقة وممكن ينسحق مشروعك صح. بسبب هاي العلاقة، وهو هذا اللي اثر علينا سلبا وخلى مناطقنا هواي تأخرت. يعني انت ما جايب انا ما جامل احكي الحق الواقع اللي جاي يصير. سيد كاظم ما جايب بعلاقاتك الى المنطقه مالتك؟ والله انا السيد محافظ بغداد المحترم الرجل يعرف وضعي، وانا حريص على ناسي ودائما صوتي عالي، وحتى يزعلون من عندي من صوتي عالي، لان باعتبار الناس اولا انا ابن المنطقه وسيد، وكذلك هم من وجهاء المنطقه مشاركهم بكل امورهم الاجتماعيه الاصلاحيه بقدر ما عندنا مشاكل بمناطقنا. لذلك أنا علي مسؤولية يعني مضاعفة بسبب الوجود بداخل المنطقة واحتكاك بالمجتمع. أضغط على الناس أقولهم أنا أحتاج إلى مبالغ أكثر حتى أغطي مشاريع الموجودة، والدليل أنا الخطة اللي رفعها بس بالطرق حوالي المهندسين ويعني محافظة بغداد حوالي 60 مليار حتى اغطي 52 مليار، 60 مليار حتى اغطي كل الطرق حتى الخارجيه اللي من ضمنها طريق مستشفى المعامل اللي يربط بالمدينه اللي طوله 12 كيلو تقريبا. زين يعني انا اللي وصل لي من اهل المنطقه نعم وناس مختصين نعم يقول وصل الى 52 مليار طبعا نعم وموجوده هاي بس طرق بس طرق اي هاي باعدادي وبختمي. بصراحه يقولون السيد القائم مقام سيد كاظم ملتي بس يبلط. شنو يعني بس يبلط؟ يعني القاضي بس يريد يبلط المناطق والخدمات ماكو. الخدمات مثل ايش الخدمات والمجاري. لحظة أنا الخدمات هو الناس حقه اللي يحكي. طبعا اليوم الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول يأتي زمان إذا غلب الحق على الباطل فحسن الظن لا يحل. أنا أكثر أوقات أباتها على دجلة بسبب توفير الماء للناس. كل الغطاسات اللي تضخ للمعامل هي 500 ضاعفناها على نفس الخط سويناها ام الالف حتى تعوض المي المسروق على الطريق. احنا جهودنا كلش كبيره المي على الطريق حتى تعوض المي المسروق على الطريق اللي يسرقوه المزارعين. نعم فاذا الانبوبه بال500 ومخلي لها مضخه بال500 لا سويتها بالالف على مود تعوض للمسروق حتى يوصل مي للناس. زين انتم كحكومه سنقول نعم ما وجدتوا حل لهاي السرقة الموجودة؟ أولا المسافة 26 كيلو على دجلة تمر بأراضي عشوائية زراعية والحرامي يعني صعب تكتشفه لأن طرق ملتوية اللي يسرقون بها البوري أنت تشوف مي بس ما تدري منين حافر، وهذا خط جو القاع. طرق كلش مهنية، كل الأدوات اللي يربطونها جاية أشوفها من وزارة النفط مرات من الجين وحفرن وقطعها، يعني حتى اللي المهنيين اللي جاي يشتغلون هم الظاهر ما عندهم مخافة الله، الظاهر مو شيعة ولا مسلمين، لأن يأخذون يسقون جت والناس عطشانة ويصلون وعندهم مواكب أكثر. هذا ما يحلو هذا؟ طبعا ما يدجل اللي يغذينا اللي قاعد تأخذه من المحطة ما تصفية. أنا أجيبه أحطه هنا أصفيه وأضخه للناس يجيني خام. يعني مو من المشروع. أنا اقترحت على السادة الفنيين مشروع مع الرصافة، قلت لهم خلنا نضخ كلور وياه باعتبار الكلور يقتل الزرع. زين فقالوا لا هذا يضر الحجر والندر ونشوفها صعبه. قلت لهم زين احنا شلون نعالج هاي المشكله؟
أنا سويت كتاب المحافظ السيد محافظ بغدادي خاطب وزير الداخلية بحيث يحمونا الخط، لأن عندهم خط ملاصق لخط النفط. جيد. فالوزير رفض، قال هذا مو شغلنا. اجى الكتاب الرفض للمحافظة وجدت نسخة من عده. فأنا من خلالك هم أناشد السيد محافظ بغداد أن يسوي لنا حل هاي. هي حلوة هاي بالزمن، الدولة تناشد الدولة. طبعا، لأن أنا ما عندي الصلاحيات، ما عندي ممثل قانوني، مديرية ما عندها ممثل قانوني، تقدر تقيم دعاوى، تقدر تذب الناس بالسجن، بس إحنا عندنا القانون صراحة متعطل. هسا تقول لي أنت أحد رجالات القانون لازم تطبقه، أنا ما أقدر أطبقه بدون أدوات. صح. يراد لي قانون، يراد لي جيش، وكذلك يراد لي ممثل قانوني. لحد الآن أنا ما عندي ممثل قانوني بالوحدة الإدارية. جميل. قضاء الزوراء تبنيت الشارع الرابط بين السياحي باتجاه سيد مطر، الكشف التخميني الخاص بأعمال كساء شارع 77 الرئيسي من البزل إلى مقبرة المسيح، تبنيت شارع الأصباغ، أعمال كساء شارع الضغط الباوية، تبنيت الشارع الرابط من سيطرة حي طارق للميرات. هاي الخطة العادة. الخطة العادة اللي مبلغ هو 53 مليار و331. سوينا الأضافات عبر الستين، ضفنا طرق بعد، ضفنا شق طرق من السياحة تنزل عليه 31 مليون. اي نعم، ضفنا طرق، ضفنا طرق حوالي 3 طرق كل واحد كيلو وين ينزلن من السياحة على المناطق الباوية والعقيلي والحسيانية. كذلك ضفنا طرق على السدة اللي هي مال كاسر بوس، وكذلك ضفنا طرق. اكو نية للسيد محافظ بغداد والنائب الفني ان نربط قضاء الزهور اللي هو الحسينية. واضح. هذا من ضمن فاحنا نحاول ان نغير وضع وجه القضاء. والتبليط فشيء اساسي، انا اطفالي بالشتاء مدمرين طين، ودول الناشطين اللي يوصلون لك هذا يصورون الطفل مطين ويدزوه، فانا اريد اخلص من هاي العاهه اللي يصوروها ويدزوها لك حتى يكون الطفل ما يروح المدرسه. هاي الخطه بتعديتها جرابسي طبعا، هي هاي على اثنين الامن الغذائي يسموه. الامن الغذائي. يعني انت بعدك ما مبلط؟ لا، احنا عندنا شغل هسه نبلط. انا هسه عدد لك المناطق اللي بيها تبليط. جيد. عندي بداخل حدود البلديه عندي تبليط بحي دجله. كم كيلو؟ والله هو حي كامل كله. حي كامل. ايه. ممتاز. وعندي تبليط قطاع 6 هم كله. زين. عندي تبليط برضع ويد والبستان الثانيه يسمونها، تقريبا كملنا. وعندي تبليط راح باشر ابو الشركه يسمونها، منطقه الشركه. كذلك عندي تبليط بمنطقه الاحرار ومنطقه الشيشان ومنطقه العقيلي هذا بعد ما بلد ومنطقه الشعبانيه، يعني الاسس موجوده يسوون مياه امطار وسواقي كامله. ممتاز. عندي تبليط بسيد مطر، وعندي تبليط بالشاعوره، وعندي تبليط بالحسينيه خلف البدراج يسمونه، وعندي تبليط بقريه السيد جابر، وعندي تبليط بالكرار. حوالي 19 موقع بهن عمل، ذن الموازنه مال 19 و 21 مداوره، يعني 19 و 21. تعرف انت ال 19 تاخرت. صح. فصارت مشاريع حوالي ال 21. زين، هاي كلهم بعد ايش قد وتكمل؟ والله اكثر مددهم راح تخلص، يعني لازم يخلصون قبل الشتاء. هاي مع شركه انت متفق؟ المحافظه متعاقده ويا شركات محافظه فجدت. نعم. نعم. شلون شغلهم؟ والله شغلهم اكثر الشركات عندها تلكع وعندها بطء بسبب تاخر سلفهم بالمحافظه، وما كل يوم ابو شركه يجي عده فلوسه بالمصرف خازن مال المشروع حتى يشتغل ويكمل وبعدين ينتظر. كلهم ينتظرون سلف، اكثر الشغل تاخيره هو السلف. وطبعا هي هاي مو المحافظه مو مسؤوله بهيك وضعيه، المقاول لازم يكمل شغله ويستلم سلفته حسب اجراءاته الاداريه الموجوده والمعمول بها بمحافظه بغداد. لابد ان ما يتاخر، لابد ان يحافظ على وقته، كذلك يحافظ على جوده عمله. الجوده احنا عندنا مهندسين مختصين من محافظه بغداد، دائما الناس نحملهم مسؤوليه الجوده. أكيد. ونتابعهم. وقبل كم يوم اني والله سويت كتاب للسيد محافظ بغداد الشؤون البلديه يسموها، وطالبت اني لجنه تراقب الشركات اللي انا كنت لك او بطب عملها. جميل. يعني هسه انا اقول بانه المحافظه عليها المشاريع، عليها التعاقد مع الشركات. يعني انتم معقوله ما عندكم ميزانيه خاصه للقضاء؟ احنا ميزانيتنا من محافظه بغداد 5 بند ورق فقط. لا. هذا كلام مسؤول عليه انا يعني. يعني هاي على مدار السنه؟ على مدار السنه. 5 بند ورق. زين شلون تصرف انت؟
والله هم يعرفون شلون، يعرفون بظروفنا ووضعنا. انا دائما السيد المحافظ عندنا مشاكل بهذا الوضع، مو بس انا، كل الوحدات الاداريه، بس انا باعتبار منطقه جديده وتحتاج يعني، وانا اللي جاي اعاني يعني، صعب جدا ترى، مو عبالك يعني فد شيء هين. انا صار حتى البنزينات قطعوا. انا بقول لك سعوده من القضيه، الضيافه من يجوك انت كقائم مقام، ضيافه شاي والقهوه والكذا، اذا تقول الورق هو بس هاي اللي قدروا عليها. والله ضيافه منين؟ والله وداعتك وداعتي. انا بالنسبه لي اول يوم فتحت القائم مقامي عندي اخوي عنده سواق بحي النصر بصفي، راح جاب كرتونه شاي وكيس شكر وخلاه بالش اسمه، وهسه انا من اخلص اروح عليه اجيب قهوه وشاي وشكر. ايه مثل ما اقول لك والله هسه انا خوف على المباشر والناس تسمع. صار لك ايش قد قام مقام؟ صار لي 3 سنوات واربعة اشهر. والطامه الكبرى استوى صدر امر الاداري مال الراتب. اي يوم 8/8 والله والمحافظه يقولوا اذا 3 سنين قانونا ما يصير نعطيك فلوسهم. بس انت حالب اخوك حلب اخوي. حالب اخوك حلب. لا انا الامور هسه احنا ضل على الضيافه وداعتك اضيف اضيف المعامل كلها. بس انت اكو اداره يسمونها. ترى ترى زحمه يعني. وحده اداريه قائم مقاميه ما لها نثريه. مو ليش دا اقول انا اشوف هذا القضاء، انا اشوف تحدد لي مناطق شوف شوف خلنا اقول لك شغله، احنا اذا هيك عندنا حرس وتوقف على النثريه اللي تقدر ب 500,000 دينار او مليون دينار، احنا المفروض اليوم صابين شوارع العراق قبب ذهبيه على المبالغ اللي موجوده بالعراق. احنا خلي الحرس يكون لا تطل الوحده الاداريه اي نثريه، بس خلي الحرس نفسه مالتك اللي منع الوحده الاداريه من النثريه ان يتابع ويراقب الاموال اللي ما بين لها اثر. يعني انت تشكك بالمشاريع اللي عملت في القضاء؟ انا بالقضاء ما عندي مشاريع عملت. لا 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 انت كجهه رقابيه. نعم. لانه القضاء تحت امرتك. من تشوف اكو تلكؤ بالمشاريع الك صوت لو ما الك؟ اذا تلكؤ بالمشاريع لا الي صوت، حتى وقف العمل. اي خلص. اي. لعد انت يعني انت مسيطر، انت في قمه الهرم. نعم. يعني القرار لك مو غيره. بالنسبه للشركات اي انا مسيطر على الشركه، كتاب المحافظ بغداد وقف هاي الشركه انتهى الموضوع. اكو كتاب صدرته وقال لك من وقف؟ لا اللي وقف شوف احنا اذا نوقف ونسحب عمل الضحيه يصير المدينه. اذا كان العمل لان الروتين مال سحب العمل ووضع الشخص اخر ياكل له سنه. ما يخالف بس انا ما اسكت على مشروع بي فساد. لا نعم. اذا فساد اكو فرق بين الفساد والبطء. انت مثلا شارع اريدك تبلط لي اياه زين بشهر، بس انت تاخرت شهرين يلا بلطت لي اياه، هذا اللي يصير. مو اكو شرط جزائي له؟ طبعا جزائي. بس يقول لك انا المده مالتي بعد ما بخلصه وانا ما عندي فلوس، خل استلم سلفه حتى ابلط. والدليل انا هسه عندي منطقتين متعطلات على الفلوس. السبب تلكه بالمحافظه؟ لا ما اعتقد، هو شوف ادارته هو هذا ابو الشركه، ليش تاخرت سلفته؟ مستحق ما مستحق؟ النسب الموجوده بعمله يحق له ان يستلم سلفه؟ هاي الناس الفنيين يقدرونها. هواي مشاريع هسه ما دحش على قضائك، هواي مشاريع تلكأت مثل مشروع قناه الجيش وغيره وغيره، تلكأت بسبب تلكؤ الشركه وتم منحها مبالغ تحت الطاوله وسكتوا عنها. انا راح اطمنك يعني بقضاء الزوراء المشاريع اللي اجت مال 2019 و2021 اللي نعمل بها ناس اطمنك ما راح يصير بهن اي فساد. جميل. لان الذرعه المهندسين اكثر المهندسين هم ولد المنطقه. اللي مسؤول على القاطع هو مهندس من المنطقه. واحنا نحمله طبعا مسؤوليه كبيره ان احنا نحتاج المتر، فما نريد يروح منا متر. صح. اي هي منطقتها مالتين. نعم. جميل. شبكات الماء والمجاري هسه وين لغد يصير عليه؟ يقول احنا بالنسبه لنا اكو مشروع جدا مهم القضاء الزوراء، احنا ما عندنا شيء اسمه مجاري بالنسبه للقاطح محافظه بغداد باعتبار هذا القاطح هو خارج التصاميم. احنا عندنا مشروع بالتخطيط محافظه بغداد هو تصاميم قضاء الزوراء. اذا اكتمل هذا هو ويا نفس المشروع مال تصاميم قضاء الزوراء ويا تصاميم مجاري. المجاري تعرف هي اسس كل مدينه. صحيح. يعني اي مدينه ما بها مجاري انت كل اللي جاي تسوي لها هو اسمه ترقيعي. بس مو اكو ابنيه مشيده، فشلون انت راح تسوي مشروع مجاري؟ لا هو الابنيه المشيده شنو؟ انا اسوي بالشوارع المجاري ما اسوي بالابنيه. يعني قصدي الانابيب ما تمتد جوا البيوت.
لا لا كله خارجي راح يصير. طبعا هو لا هو المدن حتى العشوائيه بها شوارع مرتبه واحنا مسوي لها بنى تحتيه شبكه مي. كم مدينه عندكم عشوائيه؟ والله حوالي 40% من القضاء عشوائي. عشوائي مو زراعي. هو زراعي عشوائي. انت عفوا حتى الناس هم تصير عندها صوره كامله. طاب وصرف عندك وزراعي مو تمام؟ نعم. ايش قد نسبه الطاب وصرف بالقضاء وايش قد نسبه هو تخمين. ايش قد نسبة الطاب والصرف وايش قد الزراعي؟ والله اقول لك 40-45% زراعي. زين هاي راح تملكوه مثلا الزراعي؟ لا هو اخوه بالتصاميم راح تقرر يعني يجوز واقع حال تطوب. مو هاي مشكلة واقع حال سيد كاظم. هسه احنا صارت كل اللي تحت سقف صار واقع حال. مع العلم اكو تجاوز على انابيب النفط. صح لو لا هالمناطق صارت اكو ابنية بنت على انابيب نفط. على تحت هذا اعمده الكهرباء العاليه الضغط. بس انت هسه من تروح لوزاره الماليه وتقول له اريد لقاع ما يعطيك. ما يعطيك صح. بس بينما هو يعرف الاراضي جاي تتمدد سنويا مدن. مدن. وماكو بعد زراعه اصبح مدن. انا اقول الوزارات ما المفروض الوزارات تكون لها سلطه على اراضيها. هسه انا الاراضي اللي وزاره الصناعه جت سيجتهن قامت دعاوى على الناس اللي بيهن ووزعتهن قطع اراضي الموظفيها. بس هم باقين العوائل. شلون يعني؟ يعني هسه ما ذول من وزارة الصناعة من عندها قطعة أرض تابعة لها فارغة. فارغة؟ أي فارغة. ما طلعوا الناس؟ فارغة يعني أبو محل عتيق أبو حديد كذا ذول تبلغوا وراح يشيلون ووزعوها الموظفين. نعم يشيلون؟ نعم. أكو مناطق ترى بالحميدية قطع ناس موزعيها، ناس عندها أوراق مالتها. هذولي وناس بنت خوب ودبل فاليوم يشيل ما يشيل؟ خوب إذا الملك شخص ملك أي؟ شخصي أي. القانون فاصل يعني ما فصل وقال لي ارجع القطعه ترى يا وشيله. انت قائم مقام شنو حكمك على الناس المتجاوزه؟ انا هسه عندي مشكله نفس اللي تحكي عليها. السجناء السياسيين مشترين قاع من الماليه بس الماليه من خططت لهم مطتهم قاع عطتهم بارض مسكونه بالولدا منطقه الولدايه اللي هي هسه 450 منزل كامله البنى التحتيه كهرباء ومي وساكنين الناس واجوهم تعالوا شيلوا. طبعا انا تجيني كتب انا وضحت الصوره للسيد محافظ بغداد وقلت له احنا ما عندنا الاستعداد ان نشيل دولة بدون بديل. انت اذا تريد تشيلهم لازم لهم بديل. لان مدينه كامله وذولا مواطنين والمواطن اليوم انحسب مواطن من وطنه اللي تحت سقفه. صح. واذا تريد ابسط شيء الماليه ممكن تعوض السجناء السياسيين بغير ارض حتى. بس بصراحه مع احترامنا كل المتجاوزين انت بهذا الكلام سيد كاظم قاعد تنشط هاي الفكره. ممكن هسه اني واي قطع اراضي موجوده صح لو لا؟ واي قطع اراضي متروكه اجي اشيد بيت هاي تحت سقف يعني ما تقدر لا انت ولا رئيس وزراء يشيلني كوني هذا القانون اللي تحت السقف ما تشيله. هذا يعني مصر صارت بها ثورة وسقط النظام. خلال هاي الفترة اللي سقط بها النظام صار عندهم تجاوز 1500 دار. من اجت الحكومة زالت هاي التجاوزات كلها فصوت حد. احنا من سقط النظام لحد هذا اليوم ما وزعنا قطع اراضي للناس. قلنا لهم تعالوا سكنوا عندنا اراضي واسعة احدد لفت 500-600 دونم. تعال يا مواطنين من هو ما عنده سكن اسوي على لجان مختصه واحدد ارض واوزع لهاي الناس بعد التدا هذا عنده قطعه ارض يطمئن. وانا هاي الفكره موجوده انطرحت استاذ انا متعلم يعني انت في شرق القناه اقول لك انا السنين 10 في 10 سنين تعصر بي وجزت 10 في 10 اتذكر يمكن كان بصدر العيساوي يمكن امين بغداد نعم طرح فكرة العشرة في عشرة طلعت الناس هجت على الموضوع قائم مقامية مدينة الصدر إذا تسوون هذا المشروع ما نخليه يكمل. مع العلم عشرة في عشرة من أفضل البنايات العمودية وسكن ما بعد السدة الحب ما يطلعوا من هذا 144 متر اللي بخمس عوائل 15 نفر مو صار اعتراض عليه؟ أكو كانت يطلعون محل للسكن لكن أكو صارت سهولة بهاي القضية راس تريلا بالباب وقاعد بحواسب صح لا؟ صحيح.
اكو وايد ناس، بس صدقني اكو ناس فعلا فعلا ما لاقيت المتر. لا يعني انهم فقراء كل اللي قاعدين بالحاصل، لا اكيد لا، بس انا اقول لك اليوم العوائل احنا برقعه جغرافيه انحصرت، يعني صار 23 سنه لا كثافه سكانيه جاي تمدد، فهاي الناس تحتاج العائله تنفرز. هسه مدينه الصدر ليش ال 144 صارت قطعتين، صارت دارين وصارت ثلاث، ليش؟ لو اكو حرمان، لو اكو توزيع حقيقي وتخطيط حقيقي ما يصير هذا. كل سنه ابني لمدينه تعد مثلا ب 10,000 منزل او 20,000 منزل. هذا مشروع داري، انتم شنو بك؟ عندك شنو بالموضوع هذا المشروع؟ المشروع مال من قصر داري، داري اللي قال علي رئيس الوزراء لكم نصيب بي لا. هذا المشروع اللي تقصد مال 7x7 نفسه، هو 10x10 هسه صار 7x7. لا هو ما اعرف داري، داري داري هذا احنا عندنا اراضي ببلديه الزهور والراشديه. اكو مساحه معينه زين دونمات راح يكملون، هم عندهم حسابات بيها، من يوصل لعدد معين صح راح تنفرس. كل من يطور رقم قطعته وراح احتيادي اكيد يبني. متى يبدي هذا؟ والله لحد الان هم دا يراجعون دول داري، لحد هسه اكو استلام. يعني ايش قد العدد تقريبا؟ والله انا اعتقد مو بالالاف الدونمات، يعني الاف الدونمات. يعني تحس بانه يعني ان شاء الله يكمل بعد سنه. كلش هواي اعداد اللي على المدائن وعلى الراشديه والزهور وكذلك على ابو غريب. وهذا تنشيط الأبنية خارج المحافظه، يعني احنا ظلينا كل الناس تاخذ القطع هي في داخل المحافظه، المناطق الزراعيه في داخل المحافظه شبه انتهت تقريبا. ما ادري اشوف لا نخيل لا اشوف. انا هسه عندي اراضي تابعه للماليه بس هي بها عقود زراعيه، بس الوزاره ما جاي تفسخ العقود. يعني ابو العقد سلطان يروح صحيح. يشتكي مالك حق تقدر تحكي ويه. القانون سانده لان باعتبار هو زبونهم وفلاح عندهم ويعطيهم ايجار سنوي، رغم ان كل العقود اكثر العقود هي ما بيها اصح الصمائيه، ما متوفره بيها شروط الزراعه ملاصقه للمدن، تحتاج ان تتصفر وتلغي وعوض هذا الفلاح بغيره. زين بس اكو زرع موجود غير الفلاح اللي يزرع، غير هذا اللي متعاقد وزاره الماليه، غير عنده يزرع. لا اكو ما يزرعون ويجددون، بس اكو زراعه اي واكو يوزعوها. يعني هي الزراعه تعرف بان اكثر العقود توزعت قطع اراضي يعني باعها سكني، فماكو حساب، ماكو غرامات جزائيه، ماكو شروط موضوع حقيقي. شو تعاني انت منك كقائم مقام؟ انا هاي المساله جدا اعاني من عندها. اللي هي انا كاتب العقود، كاتب الكل زراعه ديالو حتى الوزاره، وقال لهم انا افضل ان القطع الملاصقه للمدن ما تتجدد عقودها باعتبار هي فاقده الحصه المائيه، واكثرها ملاعب طوب بدها تلعب بها الشباب. زين هذا يلعب بيه صار له 20 سنه 30 سنه، وهسه جاء هذا قال له عقد مجدد وصارت مشاكل. صارت هواي مشاكل؟ هواي مشاكل. اي والله دقات عشائريه طبعا، اركات ودقات عشائريه وفصول. انواع الاسلحه المستخدمه من وراء هاي القصه. انواع الاسلحه المستخدمه سيد. اي والله صحيح. انت لا تعتقد يعني انا ترى منطقتي صعبه، صعبه جدا. اي صحيح. وانا اقول يعني هذا الجهد لازم مقابل، ما دامك انت وجه عشائري في منطقتك والناس تعرفك سيد اكيد هكا مقامك يعني. لا الحمد لله. اي الحمد لله، لان هو اذا تجيب انسان ما له علاقه. هم لو مو الطيبين الموجودين والشيوخ العشائر الموجودين والناس الخيرين اللي عندهم احتكاك بينا ويعرفوننا، واهل المدينه السابقين اللي يعرفون شنو هو وجودنا وجهادنا ونضالنا، كان ما قاومنا بهاي المساله. زين هل القضاء حاليا وصل نسبه معينه بالخدمات اللي قدمتوها؟ عندك احصائيه؟ اكيد، بس انا بس شغله واحده، انا اللي تكسر ظهر المشكله عندي هو شارع 77. شنو شارع 77؟ شارع 77 امانه بغداد يعني كل سنه او كل سنتين تسوي لها جزء بسيط. هو مسافه هسه ظلت عندي كيلوين، ذن الكيلوين والله طسات تقول عبالك بالصومال. يعني هن زفتات عندهم معمل زفت. وين صار الشارع؟ هسه اخر شيء طلبت منهم قلت لهم سووا لنا بس ممر بد 8 امتار وعوف التاهيل عليه. هم هسه من تسالهم الامانه يقول لك احنا هذا حنا على بوابات بغداد. زين احنا نسمع وين صار شارع 77؟ 77 هو نفسه من فلكه حي النصر يوصل لمقبره المسيح. بس هم الحدود هم اللي يريدوا يبلطون،
لان احنا الجزء الثاني طورناه بس يراد له طبقه بعد زفت راح ان شاء الله مخلينا على الخطه زين نبلطه. فامانه بغداد ان شاء الله يسمعونا من خلالكم. استاذ عمار موسى انا قعدت وياه وقلت له خلصنا من هذا المقطع اللي اذاني صراحه. ومره ثانيه اكرر على الاستاذ عمار ان يبذل كل جهده من هذا المقطع كيلو وين ما ياثر على امانه بغداد. جيد. تحدثت قبل البرنامج المتبقي عن 9 دقائق تقريبا او 10 لا اقل من 10 دقائق. استاذ كاظم قلت لك عن حكينا عن التبليط يعني وهاي حسب ما يقال يعني هو افراط بالتبليط وانا اتفق وياك يعني لابد ان يكون تبليط هاي المناطق المعدومه الخدمات. تقول بعد فتره اشوف اشكاليه بالتبليط يعني لو تتحفر لو تتموج. انا حجيت لك مسؤوليتين تتحملهن الدوله كقرار ملزم. طرق العراق سبب فشلها مو رداءة العمل وجودته، لكن اكو مسألة جدا مهمة ومعمول بها بكل الدول هو وزن الحمولات على الشوارع. تمام. طريق كربلاء يعني بوابة كربلاء كل سنة يصلحوها، تعرف انت الرمل والحصول هذا كله من هاي المناطق. انا قبل يومين جيت من كربلاء موج الطريق، موج تقول لي رداءة عمل، لا والله صب كونكريت وتبليط فوقها طبقة 20 وجاي موج بسبب الحمولات. شو التريلا تشيل 60؟ وين كنت؟ كل الدول المجاورة عندها قانون حمولة ويوقفوه والزايد يقول له فرغه إذا تكون بضاعة أو رمل أو حصى أو كذا. بس بالعراق ما معمول بها القانون. هذا أعتقد كان معمول به بالحكومات السابقة. صح. المناطق ما تضررت هواية شوارع البلط. أنا أكيد أنا هسه خوف المدن الداخلية ما أبيها بقدر الشوارع الرئيسية. بس أنت من تقول لي الشوارع تضرر؟ أنا هسه عندي تبليط من 2008 2009 بعده بالباوية مثلا بالحسينية باقي. بس شنو الضرر؟ أنا ما عندي مجاري أخي. اليوم المنطقة إذا ما بيها مجاري وأي طفح بالمي على التبليط يفلشي حتى لو كان حديد. تيزاب يعتبر. طبعا تيزاب. فاحنا هسه داين نعالج هاي الأمور. محافظة بغداد تعطينا خطوط مياه أمطار نسميها. هاي الخطوط على غرف وبيها ديزلات بسواقي يجي يوصل للغرفة وندبها بالبزول. يعني سبتتنج نقول أفضل. هو يسموها احنا نسميها فلترية. يعني حوض تجمع. مسلط عليه المي بماطور يدفع للبلد. بس تقول لي هي حلول؟ لا، احنا حلنا الوحيد هو اكمال تصاميم قضاء الزوراء مع تصاميم المجاري. ربطها. نعم. واضح. زين راح نتحدث بموضوع كلش مهم، السؤال الاخير ان شاء الله، حول الابنيه المدرسيه. طبعا اكيد هذا القضاء ومناطقه وسعه الارض اللي بيها تحتاج الى مدارس، يعني طلبة مدارس ابتدائية أو رياض أطفال ابتدائية متوسطة إعدادية. هل المدارس ورياض الأطفال تكفي لهؤلاء الناس؟ أنا قلت لك إحنا عندنا قاعدة بيانات مسوين على عدد طلابنا اللي عندنا وعدد المدارس الموجودة يحتاج لنا بالدقة 68 مدرسة. زين. إحنا هسه خوب خلصنا من الدوام الثلاثي. بنينا كم مدرسة وخلصنا. كم مدرسة عندكم؟ الدوام الثلاثي. والله هسه احنا السنة اللي بنيناها تقريبا 14، وقبل المبنيات حوالي 7 مدارس قليلات. يعني هاي من وراء السقوط انا احكي لك. عندنا مدارس. اي 21 مدرسة يعني. 21 احسبهن شو يصير 42 مدرسة. اي يعني دوام. على الجديد. اي دوامين. 42 بس انت كل هذا اللي يعيقنا احنا. هسه انا محافظه بغداد تقدر تبني ايش قد ما اريد مدارس على القرض الصيني، بس انا يعيقني ما عندي ارض جنس تربوي. وزاره التخطيط والماليه يطالبون التربيه بجنس الارض عائديتها. احنا نلاقي صعوبه، يعني طلبت انا استثناءات بهذا الموضوع، قلت الاطراف ما عندهم تخطيط وما عندهم جنس تربوي، فيا حبذا ان يجينا استثناء من رئاسه الوزراء يستثني هاي المناطق بالقرض الصيني حتى نبني مدارس، وهي الأرض للمالية تصير بين المحافظة أو بين التربية والمالية فد خطة عمل ولجنة، وبعدين الأمور الإدارية على كيف أحولها الجنسها. بس أنا أريد أبني
هو ما انتظر اغير جنس. وانت عندك صلاحيه، عندك اراضي موجوده. ما يعطوني شبر، انا ما عندي صلاحيه، ولا السيد محافظ بغداد عنده صلاحيه ان يطل التربيه يقول ماكم ارض، لان الارض عايده للماليه، والماليه تعرف اجراءات اداريه راد تحويل جنس الارض من صح. الماليه الى التربيه. هذا اول عائق نريد باستثناء اذا يريدوننا نبني مدارس. كذلك عندنا معوقات بالمدارس اللي تفلشت، تعرف بالعراق تفلشت مدارس، من ضمنها عندي بالقضاء سبعه، يفترض على الموازنه هاي ينبنن ذن السبعه حسب ما جاني كتاب بهن من اي هاي خلي على القرض الصيني وخلي تنبني. هو جنسها موجود، جنسها موجود والاصلا الارض موجوده خلص يعني، بس هو التنسيق يمي. فهو شوف انا شايل القصه وشايل وداحتي ليش؟ لان كل ترى كل الامور مركزيه، لا بالتربيه اعرف بمشاريع او خططه، ولا بالكهرباء، الكهرباء انا اطيه هو يعد خطه وكشف ويوديه. بس اني شلون تقول مثل ناطور خضره يعني، يعني مش قائميه يا قائم مقام، موازنتك بالمصرف الفلاني، جيب مهندسينك، عد خططك واشتغل. انا فلوسي بس بالرقم، انا الي رقم للقضاء زين. بس ما اعرف بيه، بس اسمك موجود بالرقم. اسمه موجود نعم، ايه الحمد لله، اي اسمه موجود. فاحنا نريد يعني اكو فالتغيرات لازم تصير. انا اعتقد الشغل اللامركزي يصير به تنافس، يصير به جودة عمل، ويصير به تسابق على العمل، اقل اداريه، عطاء اكثر. اكيد ليش؟ باعتبار هسه محافظه بغداد ويا هاي الدوائر الصحه عندها والتربيه صارت عليها، يعني محافظه بغداد ده شايله عبء جدا كبير. يعني الوحدات الاداريه بس يوقعون، ترى الوحدات الاداريه بس يوقعون، يراقبون عمل يوقعون. ما شنو لا لحريه صرف، صحيح الى راي مرات يطرح يقول، بس مرات رايه يؤخذ به ومرات ما يؤخذ به. صاحب القرار بالمحافظه في محافظ فقط؟ لا اكيد ويا لجان. لجان احنا ما عندنا شيء صاحب قرار بالدوله العراقيه، انا اعتقد لاكو ضغوطات. رئيس الوزراء ما عليه ضغوطات؟ اكيد. ها كيف بمحافظ بغداد؟ محافظ بغداد هم الرجال تابع الجهه معينه، ويجي سيد كاظم يضغط عليه، وتجي انت تضغط عليه، ويجي ضغط، وذولا كلهم لازم يرضيهم لان هو محافظ. يرضيهم شنو؟ مو يعني يرضيهم لان ايش قد نسبه، بصراحه قبل لا نختم سيد كاظم، ايش قد نسبه تدخل الاحزاب وقضاكم؟ تدخل الاحزاب والله يا اخي انا بالنسبه للتدخل قد يكون ايجابي مو سلبي. يا الله. فاني بالنسبه لي قايل لهم سيد كاظم صحيح ينتمي الجهه، لكن ما عنده خطوط حمر على اي جهه. الان هو في دائره واحده اداريه تابعه للعراق، وذول يعتبرهم كلهم يعني سيد جايته عن طريق الاحزاب. طبعا مو عن طريق الاحزاب. انا انتخبت كنت عضو مجلس قضاء زين، فالمجلس القضاء الاعضاء الله يذكرهم بالخير اذا يسمعوني قالوا والله نريدك. قلت لهم ليش؟ قالوا انت واجهتنا وسيد ووجه بالمنطقه وكذا ونريدك انت. قلت لهم انا بالخدمه، وفعلا اخذت بالاغلبيه 10 اصوات من 12 صوت وصرت قائم مقام. من كانت مجالس محافظات؟ من كانت مجالس محافظات. انت مع قرار حل مجالس محافظات لو بقاء؟ لا مع بقائها. انت لو تغير دستور وتصير جمهوري وتلغي مجالس محافظات، مجالس اقضيه، مجالس نواحي، يا اما تقول لا انا على ال الراسي نظم الحكم اللي موجوده البرلمانيه زين. البرلمانيه يرافقها القاعده، وهي القاعده انت شغلك بيها، انت ما عندك مشاكل اذا تكون عندك قاعده حقيقيه مبنيه على قوانين واداره حقيقيه. الاقضيه الاقضيه ومجالس المحافظات فشيء جدا مهم. يعني كانوا انا اقول لك هسه انت المحافظ باكر شلون تقدر تعين؟ تعيين ديمقراطيه منعك ماكو زين. القائم مقام شلون تعينه؟ تعيين ديمقراطيه منعك صح. انت لو تغير نظم حكم وتبدا من جديد، لو تبقى على حكمك وتعيد مجالس المحافظات والاقضيه. احسنت السيد كاظم ابو محمود قائم مقام قضاء الزوراء، شكرا جزيلا لحضورك. يا عزيزي انا اتشرف بك. الله يحفظكم. بس قبل لا اخلص، الولد اللي يحترضون على التبليط، التبليط جدا ضروري بمنطقتي، لان منطقتي منطقه نائيه طينيه تحتاج الى طرق. احسنت وان شاء الله اتمنى لكم التوفيق. الله يعزكم. الله يحفظكم. والقادم افضل ان شاء الله سيد كاظم. الله يسلم. اذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقه، شكرا للسيد قائم مقام الزوراء.
قضاء الزوراء، وشكرا لكل الجهود التي تقدم في هذا القضاء لخدمة أبناء هذه المناطق المعدومة في الخدمات وكذا. وإن شاء الله ندعو محافظة بغداد إلى وضع يدهم بيد السيد قائم مقام بغداد قضاء الزوراء لتقديم أفضل ما يقدم لهؤلاء الناس. في ختام الحلقة تقبل تحيات كادر البرنامج، وأصدق تحياتي أنا معد ومقدم البرنامج حازم الحربي، في أمان الله.